عملية دقيقة تم التخطيط لها لشهور عدة، سيناريو أشبه بالأفلام. تمكنت فيه مجموعة صغيرة من اللصوص المحترفين من تنفيذ أكبر سرقة في تاريخ أوروبا. الاسم: عصابة ريمو. التهمة: سرقة متحف القبو الأخضر. المكان: دريتسن، ألمانيا. بدأ التخطيط للعملية قبل عدة أشهر من ساعة الصفر. المكان المستهدف كان متحف القبو الأخضر في مدينة دريتسن الألمانية. أول ما فكرت به العصابة كانت طريقة الهروب والاحتمالات المختلفة لتعامل الشرطة مع العملية. قبل 4 أشهر من الموعد المحدد اشترى اللصوص سيارة زرقاء اللون لتكون وسيلتهم الرئيسية للهرب. ألغوا تسجيل السيارة وغيروا لونها إلى الفضي بهدف تعقيد مهمة الشرطة بإيجادها في سجلات البحث وكسب عامل الوقت للاختفاء عن الأنظار. خلال تلك الأشهر درس اللصوص بدقة مكان جريمتهم. أجروا عدة عمليات استطلاعية لتحديد مواقع الكاميرات وأجهزة الليزر وغيرها، وحصلوا على معلومات عن النظام الأمني داخل المتحف. قبل أيام قليلة من موعد السرقة اختار اللصوص نافذة للمتحف تقع في بقعة عمياء لا ترصدها الكاميرات، قصوا الشبكة المعدنية الخارجي ثم أعادوا لصقه لتجنب لفت الأنظار، فيما كانت تلك النافذة وسيلتهم للدخول والخروج. دقت ساعة الصفر عند حوالي 54 دقيقة من صباح 25 من نوفمبر 2019. أضرمت العصابة النار في صندوق الكهرباء قرب المتحف فغرقت جميع المنطقة بظلام دامس. دخل اللصوص عبر النافذة وتوجهوا مباشرة إلى الغرفة التي تعرض القطع الأكثر قيمة في المتحف. حطموا زجاج العرض ونهبوا كل ما بداخله، ثم رشوا الغرفة بمطفأة حريق لتغطية آثارهم ولاذوا بالفرار. Täter sind offensichtlich, das haben Sie auch gesehen, durch ein Fenster in Richtung des Schlossplatzes eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen und sind zielgerichtet auf eine Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert. Danach sind sie, wie schon gesagt, wieder aus dem Gebäude raus und verschwunden. Erste Fahndungshinweise haben ergeben, dass möglicherweise ein PKW vor Ort stand, der dann geflüchtet sein soll. شملت المسروقات 21 قطعة مجوهرات تاريخية تعود إلى الحقبة الساكسونية مرصعة بأكثر من 4000 ماسة إضافة إلى اللؤلؤ والياقوت والذهب، فيما قدرت قيمتها ب 113 مليون يورو، أي ما يعادل 128 مليون دولار. أما قيمتها التاريخية فلا تقدر بثمن. بعد هروبهم أحرق اللصوص السيارة في مرآب تحت الأرض على بعد نحو 3 أميال من موقع السرقة، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية قادت إلى القبض على 6 منهم، حيث تبين أنهم ينحدرون من عشيرة ريمو ذات السوابق الإجرامية. في 17 من نوفمبر عام 2020 تم إطلاق عملية أمنية أخرى شارك فيها أكثر من 1600 ضابط من الشرطة والقوات الخاصة من جميع أنحاء ألمانيا بغية العثور على القطع المسروقة، حيث لم يعترف الموقوفون بمكان وجودها. السيناريو الذي تخشاه السلطات هو أن القطع المسروقة تم تحطيمها وبيعت أحجارها وصهرت معادنها الثمينة، وإلى حين فك لغز مكان وجودها أعاد متحف القبو الأخضر فتح أبوابه، فيما بقيت خزائن أغلى ما كان يملك فارغة من محتوياتها.